مشاهدينا، بينما اتفقت دول عدة على ضرورة دعم لبنان في محنته التي سببها انفجار مرفأ بيروت مؤخرا، تتخوف هذه الدول من ألا يصل الدعم المقدم إلى مستحقه وهو الشعب اللبناني، وأن يصل إلى يد ميليشيات حزب الله، أو أن يضيع وسط الفساد الذي أغرق البلاد ودفع الشوارع للغليان منذ أشهر. غوى نقطة لا تقل أهمية عن بقية الأحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية حمود. بالفعل ومشاهدينا، إذ خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان تعهدت قوى عالمية بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة، كما وعدت بأنها لن تخذل الشعب اللبناني. وجاء في هذا البيان الختامي للمؤتمر أن هذه المساعدات يجب أن تكون سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني، والأهم أن تسلم مباشرة للشعب بأعلى درجات الفعالية. الدول الأجنبية طالبت بشفافية فيما يتعلق باستخدام هذه المساعدات، خشية أن تكتب تشيكات على بياض لحكومة يصفها شعبها بأنها غارقة في الفساد. هذا وعبرت بعض الدول عن القلق من النفوذ التي تمارسه إيران عن طريق ميليشيا حزب الله، كما عبرت عن خوفها من أن تصل هذه المساعدات الدولية إلى يد أطراف الفساد في لبنان. عشت مساعدات طبية من الكويت قامت انباعت بالصيدليات، بس بدي اطلب من كل الدول العربية ما حدا يساعد الحكومة اللبنانية، أكبر سرقة الحكومة اللبنانية. بتمنى عليكم ما حدا يساعدها بالمصاري، اللي بده يساعد يساعد العالم، لأنه أكبر حرامية الحكومة اللبنانية. رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية مش إنه زعلانين على اللي صار، مبسوطين عشان بلشوا شحيدة على ضهر الشعب.